انا عندي فكرة ان الفلوس دي ما تخلص، احنا نطبع فلوس وكده الفلوس مش هتخلص ولا ايه؟ ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كروب خير. لو مرة تشوفني انا كلمة عفة بقدم محتلف استر متفاشة سبيكر، ادخل كده قلت لك لفة وتنزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي لينك للقناة التانية بتاعتي بتاعت الجيمك، تعمل لها سبسكرايب وتشوف كده برضو محتلف فيها. ولو عجبك المحتلف استرش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا نبدأ على طول في موضوع الحلقة. مين فينا واحنا صغيرين مفكرناش في الفكرة دي، احنا نطبع فلوس كتيرة جدا، الفلوس مش هتخلص، فنبقى اغنية والفلوس مش هتخلص. بس يا عبيط، انت تعرف ان لو في دولة عملت كده وطبعت فلوس كتيرة ممكن تعلن افلاسها؟ فاجئتك بالصح، اني اسف. اقول لك بقى ليه الاسباب. في ناس هتقولك والله احنا لو معانا فلوس كتيره جدا الناس مش هتنزل تشتغل عشان هيبقى الناس معاها فلوس، وانت المفروض بتنزل تشتغل عشان تجيب فلوس، المزارع مش هينزل يزرع عشان ياخد المحصول عشان احنا ناكل، ولا المصانع هتعمل انتاجها وناخد السلع بتاعتها ولا اي حاجه من دي، فالصناعه والزراعه هتقف. وفي ناس هتقولك لا احنا بنطبع فلوس على اساس الذهب اللي في الدوله، نشوف قدره كام من الفلوس ونطبع مكانه فلوس بس كده. وفي ناس تانية بقى بتقولك ان في هيئه عالميه في كل دوله وظيفتها بس انها تراقب الفلوس اللي بتتبع، وهي اللي تحدد ايه اللي هينزل للشعب او ايه اللي الناس هتستخدمه. وعايز اقولك ان التلاتة دول غلط، ولو اي حد قالك كده اقطع علاقتك بيهم واعمل له بلوك. كل دولة حرة انها تطبع الفلوس اللي هي عايزاها، ليها كامل الحرية. وفي دول عملت كده فعلا زي المانيا بعد الحرب العالمية التانية، لقيت نفسها اللي هي مديونة ديون كتيرة جدا ومحتاجة فلوس كتيرة جدا، ومفروض تعوض الناس اللي كانت في الحرب بفلوس كتيرة جدا وهي ما عندهاش اي حاجة خالص. يعني دولة عندها انهيار اقتصادي وديون وتعويضات وحاجات كتيرة جدا وهي معهاش فلوس تدفع كل ده. وحرفيا هو ده اللي حصل في المؤتمر، وهم بيفكروا ايه الحلول اللي ممكن تتقدم. عندنا ديون وعندنا انهيار اقتصادي وعندنا تعويضات بعد الحرب، اي حد عنده اي افكار نطلع من الحل ده؟ والله انا عندي حل، نطبع فلوس كتيره ونديها لكل ده، يبقى احنا كده خلصنا الديون اللي علينا، خلصنا الانهيار الاقتصادي وحلناه وسددنا كل التعويضات بتاعتنا. حل عبقري، حرفيا هي دي القعده اللي قعدوها لما قرروا ان هم يحلوا المشاكل دي وطبعوا 90 تريليون فرنك. المبلغ ده يغير اقتصاد العالم كله، مش يغير اقتصاد المانيا بس، وابو بلاش كتر منه، احنا جاي بنطبع بس. وده ادى لانهيار العمله، العمله ما بقاش ليها قيمه، العمله ما بقاش ليها سعر، العمله ما بقاش ليها لازمه اصلا. في الوقت ده العيال كانت بتلعب كده بالفلوس، لعب حرفيا بتلعب بالفلوس. الستات في الوقت ده كانت بتجيب الفلوس وتحرقها عشان تتدفى بيها عشان سعر الخشب غالي. وتقريبا اللي قال الحل ده واللي وافق على الحل ده سابوا المانيا وراحوا زيمبابوي عملوا نفس الحوار بالظبط. هنعمل ايه برضه؟ والتاني برضه قالوا نفس الكلام برضه، فقاموا ايه عملوا الخطه. ساعتها في زيمبابوي كانت البيضة بس الواحدة بمليار قطعة نقدية من العملة بتاعت الدولة دي، انت متخيل؟ طب ده بقى سببه ايه؟ ده سببه التضخم، حاجة اسمها التضخم. طب يعني ايه التضخم؟ ده معناه ان عدد الفلوس كتيرة جدا جدا وعدد السلع ثابت، البرتقال، الموز، السلع اللي احنا بنشتريها. فطبعا انت معاك فلوس كتيرة جدا جدا، فبدل ما هتجيب مثلا كيلو برتقال، طب ما انت كده كده معاك فلوس هتجيب 20 كيلو برتقال، فعدد السلع اصلا ثابت، فهيبدا يقل، فهيبدا السلع تعلى تاني، الاسعار بتاعتها تعلى تاني، فهيبقى ده انت معاك فلوس كتيره جدا بس السلع غاليه جدا، فانت كده ما عملتش حاجه. في واحد بقى هيقول لي طب ما انا مثلا بدل ما اقبض مثلا 2000 جنيه هبقى بقبض 10000 جنيه وده كده هبقى غني، يبقى انا كده مش محتاج حاجه. ما انت برده بدل برده ما بتجيب برده الخمس بيضات ب 7 جنيه هتجيب مثلا البيضه الواحده بس ب 30 و40 جنيه، فانت كده ما عملتش حاجه. والدول دلوقتي بتتسابق انها ما تطبعش فلوس كتير عشان العمله تبقى ليها قيمه، العمله تبقى ليها ثمن جدا غالي، زي الحاجات جدا النادره كده، الالماس، الذهب، الحاجات دي كده، الحاجات اللي هي نادره قوي كده بتلاقي ثمنها غالي جدا. فهم بيحاولوا يتوصلوا ان هم ما يطبعوش فلوس كتيره عشان العمله دي تبقى غاليه وليها ثمن. طبعا انا حاولت اجيب الحاجات دي كده من الكليه بتاعتي اللي انا ما بفهمش فيها اي حاجه خالص وبدعي ان انا بفهم اصلا، بس الحاجات دي انا بحثت عنها وحاولت اجيب كده. ليه السؤال ده احنا بيجي لنا كده واحنا صغيرين كده وبنبقى بنقول وبيتقال لنا بس يا احمد؟ طبعا هو فيديو انا هعتبره فلوج وهعتبره ان احنا بنفضفض مع بعضينا بصوت عالي وبنجاوب على اسئله الاطفال او اسئلتنا واحنا صغيرين وبس كده. تقريبا كده الفيديو خلص، ملوش اي ثلاثه لازمه. لو عجبك المحتوى استاذ اعمل سبسكرايب وشير للحاجات دي، وهتلاقي تحت في الديسكريبشن القناه الجديده بتاعت الجيمنج، ادخل اعمل لها سبسكرايب عشان الفيديو الجديد نازل ان شاء الله، او هو يعتبر نزل اصلا، انا مش عارف هو كده هبقى اكون كده منزله ولا لا، بس ادخل وهكتب لكم برده فوق برده في الاي اللي هنا ان الفيديو نزل ولا لا. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.